واحد بيقول هل عندما نتناول نأخذ الجسد المذبوح على الصليب ونشرب الدم المسفوك على الصليب أم نأخذ في التناول الجسد الممجد بعد القيامة؟ لا، الجسد المذبوح لأجلنا والدم المسفوك لأجلنا، لأن بهذا الدم وبهذا الجسد في مغفرة الخطايا. حتى احنا ما بنقدم القربان في الاول قربان الحمل، والحمل يعني الحمل اللي بيذبح، وبنقول لربنا لتكن هذه الذبيحه مقبوله امامك عن خطاياي وجهلات شعبك، فبنعتبر ان دي ذبيحه.